عبد الله الاسم الذي أطلق على هذا الرضيع الذي ولد قبل ساعة فقط من التقاط هذا الفيديو. ولادة عبد الله كانت بعملية قيصرية أجريت لوالدته. حاله كحال العشرات من الأطفال الذين يولدون يوميا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. الحمل والولادة يعتبران حلما لمعظم النساء، لكن في المخيمات التي لجأ إليها السوريون الفارون من القتال في بلادهم بات عبئا آخر يضاف إلى آلام التشرد، خاصة وأن معظم اللاجئين جلهم من النساء والأطفال لا زالوا يعانون من آثار العنف والدمار. هذه السيدة والدة عبد الله والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، تم توليدها من قبل الجراح المغربي الوحيد المختص بالعمليات القيصرية ضمن المستشفى المغربي الميداني الذي أقيم في المخيم والذي يضم أكثر من 120 ألف لاجئ. عبارات بلد الواحد، هي شعور محزن شوي، يعني ما جاء ابنه بوطنه. قد يكون المستشفى المغربي هو الوحيد الذي يوفر عملية الولادة القيصرية، ومنذ إنشائه ولد ما يزيد على 600 طفل من بينهم 280 طفلا بعمليات قيصرية ولدوا خلال الشهرين الماضيين فقط، وذلك وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للاجئين. جوزي بسوريا غير أني لحالي هون، ويوم بروح بجيب الميات كمان بضل كل نهار ما فيش مي، ويوم بستلم المعينة بضل كمان كل نهار، واني ما رحب له بشهري مضطر، مصاري ما فيش كمان، حالتنا عزرة. وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة أن ما يزيد على ربع سكان المخيم من النساء الحاضنات لأطفال رضع أو من لديهن أطفال فروا معهن من سوريا من غير آبائهم. خلال 10 أشهر تحول مخيم الزعتر الذي أقيم على الحدود الأردنية السورية من بقعة صحراوية قاحلة ليصبح خامس أكبر تجمع سكاني في الأردن، لكن المخيم لا يزال ينقصه الكثير من المعدات والخدمات خاصة الصحية منها، بالرغم من وعود الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية بتزويده بما يلزم من معدات تشمل احتياجات النساء الحوامل ومن يضعن أطفالهن داخل المخيم. سمح حمدان، بي بي سي.